والله هذا الذي رأيناه ولمسناه أنه لم يكن رئيس لمجلس النواب العراقي، وإنما ممثل لمحافظة الأنبار، خصوصا قضاء الفلوجة. هذا أول جانب. أنا صريح، لا أجامل لا الحلبوسي ولا خنجر ولا المالكي ولا غيره، أي كتلة معينة، لكن حقيقة كانت أعتقد أنه أنا للأمانة حتى أذكرها للعراقيين خلي يذكرونها، ما يقارب من 36 مليار من التعويضات للإرهاب، يعني للقضايا الإرهابية بالنسبة، هي جيرت إلى محافظة البر. طيب محافظة البر هل هي مكة المكرمة أم النجف؟ لا، هو النجف الأشرف ما عوضت بكذا ربع هذا المبلغ، صلاح الدين ما عوضت كذلك، لا كركوكها لا موصلها، لكن أعتقد أنه هذه جيرت رئاسة مجلس النواب كبداية للثبات السياسي على أنه أحد زعماء السنة. وأعتقد الطفرة النوعية في عمره في هذه السنوات، هذه يسأل بها الشارع العراقي قبل أن يسأل بها وسام البيات.